وجل أوكل الأمر إليه. أوكل الأمر يعني ماذا؟ يعني ترك الأمر هو الله عز وجل، ليس مقتدرا. لا، نفس الكلام الذي ورد عن الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه عندما دخل على الإمام العسكري صلوات الله عليه أحد الصحابة، فسأل الإمام أسئلة: وإذا بريح جاءت ورفعت ستارا فرأى بدرا، رأى شمسا وراء هذا الستار، ربا رباعيا أو خماسيا كما يقول الراوي. الإمام بدون أن يسأل هذا السائل أسئلته هو أجاب، فقال فيما قال صلوات الله عليه حسب هذه الرواية الشريفة: قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شيئا شئنا. هذا المعنى الصحيح للتفويض الصحيح، ارتباط بين قلوب أهل البيت وبين إرادة الله، بين قلوب أهل البيت وبين مشيئة الله سبحانه وتعالى. هكذا فوض. كلمة أخيرة أستفيدها من هذا المقطع من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير: أنتم شيعة أهل البيت على مر العصور مظلومون، تتحملون وتصبرون على المصائب على المحن على الظلم منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. كل منا 70 سنة 80 سنة 100 سنة أكثر أقل يعاني ويصبر، ولكن صبرنا صبر من لا يملك حيلة. لا نتمكن من صنع شيء. الإنسان الذي لا يتمكن أن يصنع شيئا أمره دائر بين شيئين: إما يصبر أو يجزع. نحن نصبر لا نجزع، هذا صبر جميل، ولكن هناك صبر تتعجب منه الملائكة، صبر من يملك الحيلة، من يعرف الحل، صبر من يتمكن أن يخالف ولكن يرضى برضى الله سبحانه وتعالى. صبر الإمام سيد الشهداء لماذا تعجبت الملائكة منه؟ الملائكة لا تتعجب من الأشياء، ملائكة رأت ما رأت، لأن الإمام سيد الشهداء أرواحنا فداه وصلوات الله وسلامه عليه كان يملك الحيلة، كان يتمكن بإشارة، لا دون الإشارة، كان يتمكن بإرادة، فقط بإرادة قلبية، أن يزيل ويزيح ويعدم تلك الجيوش، ولكنه رضا برضاك. هذا الذي تعجبت منه الملائكة في ذلك الظرف العجيب، ويتمكن أن يستخدم قدراته وهو مفوض من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنه يصبر، يصبر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لا بأس عادي. الإمام صاحب الأمر أرواحنا وأرواح العالمين فداه، مفوض إليه الأمر، ولكن مع أن الأمر كله مفوض إليه، تمر 187 سنة وهو صابر. صابر على ماذا؟ صابر على آلام صغيرة
لا، هو الإمام أرواحنا فداه في زيارة الناحية المقدسة يقول لأندبنك صباحا ومساء. الإمام صاحب الأمر صباحا ومساء يبكي، فهو قلبك ندبة، يعني قلب الإمام يتقطع. ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك. يصبر، يصبر على هذه الآلام، يصبر على هذه المصائب. يوماً يومين سنتين سنتين أكثر من 1100 سنة.